الحقيقه يعني بصوا يا جماعه، جمهور الاهلي في المباراه الاخيره من مباراه مازيمبي دي نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه قوي، لانه ما شاء الله فرجنا كده اللقطه بتاعت الجمهور في المدرجات، لانه اللقطه دي من زمان ما حدش شافها بالكثافه الكبيره قوي للجمهور اللي مال الملعب ده. استاد القاهره اللي بنتكلم عليه يعني بصوا، وحتى الاطفال. هو اهم من انه مال الملعب استاذ ابراهيم اللون الاحمر، اللون الاحمر مع البهجه، يعني كل الناس رايحه لابسه فانيله الاهلي. على فكره اللحظه دي مع جمهور تاني ومع فرقه تانيه كان ممكن تبقى مختلفه. عارفين اللقطه دي ساعه لما مازين بيسجل هدف، بصوا الوعي اللي عند جمهور الاهلي، شوف الطفل والهبه اللي جمهور الاهلي عملها، شوف الطفل بيطلع على اي ثقافه. يلا بصوا، يعني ما عند جمهور تاني او في عرف غير كده غير اهلاوي كان ممكن هتلاقي ناس بتزوم وناس بتكبر وناس بتخبط وناس بتكسر وغضب، لكن جمهور الاهلي حس ان لا، دي اللحظه اللي يتدخل هو بقى. اهو ده بقى بيترجم اللي انا قصدي عليه بالظبط. كل جمهور ده نسي، نسي غضبه ونسي زعله ونسي خوفه وافتكر لا ده انا بشجع الاهلي، انا اللي هقومكم بقى، اللي يقدر يعملها انا اللي على فكره خالد الجوادي مترجم مستر مارسل كولر كتب حاجه عن اللحظه دي، قال اللي عمله جمهور الاهلي بعد هدف مازيمبي الملغي لغايه اخر الماتش هيتحط في اللحظات التاريخيه للنادي الاهلي. قالك مش ممكن الواحد يقدر يوصف العظمه دي، بركان وهدير تحرك الصخر. قالك التحول في المباراه والفوز ده اولا وثانيا وثالثا السبب فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو جمهور الاهلي. قالك انا كنت قاعد على الدكه بتنفض وبأشعر فعلا من عظمه هذا الجمهور، افتكرت لحظات كتير ليا وانا مشجع في الاستاد، نص ساعة خارقة من ذكريات عظيمة. لو معانا الجمهور ده على طول صعب جدا جدا حد يقدر يقف قصادنا، أعظم جمهور في الكون فعلا. بصوا يا جماعة الهتاف، بصوا الهبة، فريق كبير فريق عظيم، قولوا لي مين اللاعب اللي في الملعب مش هيحس بالهدير ده، مش هيحس بالوعي والحماسة والمسؤولية دي والأمل. هو معنى كده إيه؟ هو ما كانش لسه يعني عرف إن الهدف هيتلغي. ده معناه واثقين فيكم، هتعوضوا هتعوضوا. بيفكرني ماتش الاتحاد الليبي، أيوة، يعني مغلوب اتنين هناك والشوط التاني 0-0 فتجيب تلات أجوال. وفي ماتش هنا في أرضنا بتاع فريق من مالي، ها؟ ودخل فينا جون واصبح لازم نجيب ثلاث اجوان نفس الصعوبه. ايوه وحققناها، وابو تريكه نزل جاب جولين. يعني عايز اقول لك استاذ ابراهيم، هو ده بيترجم العلاقه بين الاهلي وجماهيره والثقافه اللي بتربط الجميع، الخيط اللي كلنا بنحاول لاخر ثانيه، محدش بيرمي الفوطه. ايوه الحقيقه يعني بصوا، الكرة للجمهور وبالجمهور، حالة السعادة والبهجة اللي اتخلقت للأهلي مع جمهور الأهلي نحتاجها دايما، نحتاج إن كرة القدم فعلا ترجع تكون مصدر السعادة والبهجة.